كالاصلي ديالو على مستوى الواجهه الهجوميه ورجع للوراء وكان في وسط الميدان ومرر الكره ممتازه كانت للجهه اليمنى وكانت بمشاركه كل من اللاعب بولرود. هنا كان تدخل ديال اللاعب الحارس علاء المسكيني في اول وهله ولكن الكره هذه ما كانش عندها حل امام اللاعب صاحب تجربه كبيره اللي عنده حس تهديفي كبير اللي هو عبد السلام بن جلون. اذا كيسجل الهدف الاول لفائده فريق الفتح الرباطي كيجي ذلك في الدقيقه 7. باتنا كيمرر الكره في اتجاه اللاعب بولهرود، بولهرود للجهه اليمنى فرصه لفائده فريق الفتح، فرصه قطيع الكره على فريق الفتح الرباطي وان كانت كتبقى دائما في المعترك. ضربه راسيه والهدف، الهدف لفائده فريق الفتح الرباطي واللاعب عبد السلام بن جلون. فعاليه كبيره عند الخط الامامي ديال فريق الفتح الرباطي لما كينطلق بالكره لانه هذه المره كانت يمكن نقول كانت المكان ديالو اللاعب مراد باتنا خلى المكان الاصلي ديالو هكا على مستوى الواجهه الهجوميه ورجع للوراء وكان في وسط الميدان ومرر الكره ممتازه كانت للجهه اليمنى وكانت بمشاركه كل من اللاعب بولهرود. هنا كان تدخل ديال اللاعب الحارس علاء المسكيني في اول وهله ولكن الكره هذه ما كانش عندها حل امام اللاعب صاحب تجربه كبيره اللي عنده